الو، السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا بعافيه. معكم اميره وراكم سور لا شان يوتيوب ليرن ويف اميره. مور ما جي بارطاجي لا ديرنيير فيديو اللي حكينا فيها سورتو على سبيرماتوجينيز، مراحل تشكل النطفه، وكملناهم. تابعوا معايا، راح نكملوا توجور في لي جاميت، راح نكملوا نهضروا شويه على جاميت مع الوش قعدونا نزيدو ونونتاميو ديريكتومون لو جاميت فيمينين. الو، باش ربي يسهلنا نقولوا بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. خوتي بارطاجيو لو ماكس، ما تنساوش بلي هادو حسنات راكم ديروهم بكليك برك، وهذاك لو جيم ولو كومونتير اللي تخلوه راح يطلع الاودينس، يعني راح يلعب على الالغوريتم تاع لا فيديو باش تلحق بزاف ناس وتكون بسبتكم، وما تعرفش شنو هي الحسنة اللي تدخلك الجنة ولا الحسنة اللي تفتح لك ديبان خير. الو، نبداو خوتي بسم الله. حكينا على السبرماتوجينيز ايتو، دوكا حبيت نحكي لكم حاجه على مستوى الفيسيا او نيفو دي تيستيكول. لازم تعرفوا بلي كاين نوعين من الخلايا، كاين خليتين نلقاوهم في الفيسيا، و اكزاكتومون وين في التيستيكول نلقاوهم في لي تيوب سيمينيفا اللي ديجا شرحت وقلت بلي لي تيوب سيمينيفا سي لو سياج دو لا سبيرماتوجينيز، يعني هو اليو ولا مقر سبيرماتوجينيز. الو خوتي، في لي تيوب سيمينيفا كاين نوعين من الخلايا. شوفوا هنا تكبير التيوب سيمينيفا، هنا رانا نشوفوا الخلايا سي الخلايا الجنسيه، كيما هنا مثلا هذوما لي سبيرماتوغوني، سبرماتوسيت 1، سبرماتوسيت 2، سبرماتيت، موراهم يكونوا لي سبرماتوزوي. بصح شوفوا خوتي، كاين خلية راهي هنايا، شوفوا اسمها سيلول دو سيرتولي، داخل تشوب سيمينيفير، إضافة لي سيلول جيرمينال، إضافة إلى الخلايا الجنسية، راح نلقاو اون سيلول اسمها سيلول سيرتولي. أول حاجة هذه الخلية ماشي خلية جنسية، سي اون سيلول سوماتيك، معناها خلية جسمية. سبحان الله، نقدر نديها خلية جسمية في وسط الخلايا الجنسية في التوب سيمينيفير. وي، و سي كوا لو رول تاعها؟ شوفوا معايا، هذه لازم تعرفوها. الو، فوالا لا سيلول دو سيرتولي، كيما هنا راهم دايرينها بشكل واحد اخر، هي رقم 7. راكم تشوفوا هذا رقم 7 هي لا سيلول دو سيرتولي، واللي راهم دايرين بها هما الخلايا الجنسيه، سبرماتوغوني، سبرماتوسيت 1، سبرماتوسيت 2، سبرماتي بون عندنا سبرماتيد و سبرماتوزويد. الو، هنا راهي ناقصه وحده فيهم، على كل حال ماشي مشكل. ليسونسيال حنا هذه اللي راهي في الوسط هي لا سيلول دو سيرتولي. وشنو هي لا سيلول دو سيرتولي؟ سون دي سيلول بيراميدال، الشكل تاعهم شغل تاع بيراميد. قال لك كي سو تروف اون بيريفيري دي تيوب سيمينيفير، ما يهمناش اسكو اون بيريفيري، بيريفيري معناها شغل في الحافه. دونك مثلا الى هذا ان تيوب، تلقاهم هنا زعما في الحافه تاع التيوب سيمينيفير. ليسونسيال بون لي تيوب سيمينيفير دي تيستيكول، لوجيكمون لي تيوب سيمينيفير جايين داخل لي تيستيكول. اي دون لا فونكسيون اسونسيال، حنا تهمنا زوج حفايس، تهمنا باللي نعرفوا باللي لا سيلول دو سيرتولي سي اون سيلول سوماتيك، هي خليه جسميه، هذه اول نقطه. والنقطه الثانيه خاوتي، لازم نعرفوا باللي لا فونكسيون اسونسيال الدور تاعهم شنو هو، علاش دايرين بهم لي سيلول جيرمينال، علاش دايرين بها الخلايا الجنسيه، باسكو عندها دور في لا نوتريسيون. اوكي، عندها دور في لا نوتريسيون و لو ديفلوبمون تاع لي سيلول جيرمينال. دونك لا سيلول دو سيرتولي هي اللي تشرف على لا نوتريسيون تاع هادوما لي سيلول جيرمينال باش ما يموتوش ويكملوا التطور تاعهم. صحيح خاوتي، خدنا في التيستيكول نلقاو خلية واحدة أخرى إضافة إلى لا سيلول دو سيرتولي، بالك سمعتوا بها بالك لا، بصح ما نلقاوهاش داخل لي تيوب سيمينيفير. راكو تشوفوا هاد الدويرات خاوتي، هذا برك هذه رانا نشوف فيها بالميكروسكوب فوتونيك. هاد الدويرات هما سي لي سيلول، باردون، هاد الدويرات هما سي لي تيوب سيمينيفير، يعني لي تيوب، هذا تيوب ايماجينيوه لو كان نقطعوه هكا يرجع شغل دوايره. اوكي، على هذه رانا نشوفوه بهاد لافور، هادو هما سي لي تيوب سيمينيفير فيو او ميكروسكوب فوتونيك. داخل لي تيوب سيمينيفير واش نلقاو؟ نلقاو لي سيلول جيرمينال ونلقاو لا سيلول دو سيرتولي. ساي سي كومبري، بصح كاينه خليه واحده اخرى
نلقاها اونتر لي توب سيمينيفير، بين لي توب سيمينيفير. اول نقطه لازم نعرفو بلي بين لي توب سيمينيفير هنايا هاد المساحات هادوما كاين نسيج. نسيج واسمو لو تيسو انترستيسيال، لو تيسو انترستيسيال او مكتوبها. داخل هاد لو تيسو انترستيسيال نلقاو خليه مهمه واسمها لا سيلول دو ليديك. بون لا سيلول دو ليديك، ليديك نسبة جو بونس للمرأة اللي اكتشفتها كان اسمها ليديك، والله أعلم. الو سي تون سيلول سيتوي دون لو تيسو انترستيسيال تيستيكولار، يعني لا سيلول دو ليديك جاية هنايا داخل تيسو انترستيسيال في التيستيكول، كي إلابور لا تيستوستيرون. شوفوا الدور تاعها شحال مهم. الدور تاع لا سيلول دو ليديك سي لا سيكريسيون دو لا تيستوستيرون، يعني إفراز هرمون الذكورة التيستوستيرون. La cellule de Leydig, c'est une cellule germinale. هي خلية جنسية وليست خلية جسمية. الخلية الجسمية الوحيدة اللي نلقاوها ونهضروا عليها سي لا سيلول دو سارتولي. اوكي خاوتي، دونك نعاود لكم هنايا. لقينا نوعين من الخلايا، لا سيلول دو سارتولي اللي عندها دور في لا نوتريسيون دي سيلول جيرمينال، و لا سيلول دو ليديك اللي سو تروف دون لو تيسو انترستيسيال اونتر لي توب سيمينيفير. Et le rôle de ça, c'était tout simplement l'élaboration ou la sécrétion de l'hormone testostérone. Très bien. دوكا خاوتي عندنا نقطة واحدة أخرى اللي لازم نهضروا عليها، وهي آخر نقطة نهضروا عليها على لي سبيرماتوزويد ولا فورماسيون تاعهم. بون نعاود نولو لا فورم تاع لو تيستيكول قبل. هذا لو تيستيكول خاوتي، لو تيستيكول جاي فوقو اون كواف، نديرها لكم بلا طوش باش تشوفوها تري بيان. هي هاد الشكل اللي راه هنايا، ماشي لو تيوب، ماشي هذايا لو تيوب، هذا سميناه لو كانال ديفيرونس. هاي هادي راني يعني نحكي على ليبيديديم. لو تيستيكول ياك لداخل جايين لي تيوب سيمينيفير، لداخل تصرا فيهم لا فورماسيون دي سبيرماتوزويد. لازم تعرفوا لي سبيرماتوزويد مور ما يدوزو بهذوك المراحل ام ا ام دي اللي هما لا ملتيبليكاسيون لا كرواسمون لا ماتوراسيون اي لا ديفيرونسياسيون، راح يلفون ميغري، معناها راح يروحوا لهذه المنطقه هنايا اللي اسمها ليبيديديم. شوفوا واش راح يصرى لهم او نيفو دو ليبيديديم. هذه المنطقه سي ايغالمون دون ليبيديديم، يعني في هذيك المنطقه، que les spermatozoïdes sont décapacités grâce au liquide séminal. شوفوا معايا نفهمكم واش معناها هذه، هذه بزاف مهمه. راح تقولوا باللي لي سبيرماتوزويد، هنا البروف تعرفكم باللي فهمتوا لو كور تري 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 بيان. راح تقولوا لها البروف باللي مور ما يصراو هذوك المراحل ونتحصلوا على لي سبيرماتوزويد، لي سبيرماتوزويد خصهم يزيدوا يتطوروا شويه. انت غادي راه ساي هادو كاع مازال ما تطوروش. وي خصهم حاجه، خصهم تصرى لهم لا ديكاباسيتاسيون، هادي حاجه. والدوزيام دي شوز اللي تقدر تصرى لهم سي لاكيزاسيون، يعني يتحصلوا على لا موبيليتي. شوفوا معايا ليبيديديم، هذا ليبيديديم هذا الداخل فيه واحد الماء وسمو لو ليكيد سيمينال، صحيح وسمو لو ليكيد سيمين. لو ليكيد سيمينال راح يعاون لي سبيرماتوزويد باش يديروا لا ديكاباسيتاسيون. واش معناها لا ديكاباسيتاسيون؟ ماذا بيا لو كان تكتبوها باسكو ما هيش مكتوبه هنايا، وهذه هي لا ديفينيسيون الصحيحه تاعها. لا ديكاباسيتاسيون سي لينيبيسيون، انيبي معناها تفضيل نحبس، l'inhibition de l'action des enzymes de l'acrosome. Je répète, la décapacitation, c'est l'inhibition de l'action des enzymes de l'acrosome. Je vous remercie. Les chefs de la vidéo les fait, ou quand on parle de l'acrosome, quand on parle de l'acrosome, c'est le chapeau. Très bien, les vésicules golgiennes. Bravo, les vésicules golgiennes. وقلت لكم تاني تخاوتي بلي لاكروزوم هذايا عنده دور انه يحمي لو نوايو.
وقلت لكم تانيت باللي فيه الانزيمات باش كيروح للبويضه والطبقات تاعها يقدر يقراهم. دوكا خاوتي هذا لاكروزون، لو كان دوكا نخلوه كيما راه واش يصرى؟ الانزيمات يخرجوا، باسكو سبيرماتوزويد عنده مساحه كبيره راح يقطعها، راح يروح من الجهاز التكاثري الذكري للجهاز التكاثري الانثوي يحوس على البويضه. لو كان نخلو لاكروزون كيما راه سبحان الله واش راح يصرى؟ راح الانزيمات هذوك يخرجوا في الطريق، يقدر يتقطع لاكروزون ويخرجوا هذوك الانزيمات. كي يخرجوا هذوك الانزيمات، هاد النطفه تولي كيشغل عقيمه، يعني كي تلحق للبويضه تحوس باش تجوز هذوك الطبقات ما تقدرش. علاش ما تقدرش؟ باسكو ما عندهاش الانزيمات اللي يسمحوا لها باش تقرا الطبقات. سبحان الله يا خوتي، شوفوا كلش كيش يصرى في الجسم تاع الانسان. دونك واش يصرى؟ سبحان الله خوتي، شوفوا معايا، ليبيديديم هذاك يهاجروا ليه النطاق قبل ما يخرجوا من الجهاز التكاثري الذكري باش تصرى لهم لا ديكاباسيتاسيون. زعما نعطيكم شرح بسيط، نقول لكم كوم سي نغلفوا هذاك لاكروزوم كي شغل. اتوندي نحوس كشكوله، راح نقول لكم زعما لاكروزوم هو هذا اللي راه بالنوار، راح نغلفوه. هذه هي لا ديكاباسيتاسيون، هي في الحقيقه راح نبلوكيو الانزيمات تاعو ما نخليهمش يخرج. هذه هي واش معناها لا ديكاباسيتاسيون. علاش مهمه؟ باش نحميو هذوك الانزيمات ما يخرجوش كاع في الطريق. وقتاش يصرى الفينومين العكس؟ يعني وقتاش هادوما لي زونزيم يولو يقدروا يخرجوا؟ سبحان الله يا خالتي، ما يولوش يقدروا يخرجوا حتى وين يتلاقاو بالبويضه. كي يلحقوا البويضه غير يلصقوا فيها طبقات تاع البويضه هادوك، راح نقول لكم شغل هما يحفزوا هادوك الانزيمات باش تروح لهم هذاك الغلاق اللي غلقنا به ويخرجوا. تما ببساطه انا قلت لكم زعما كوم سي لاكروزوم نغلقوه، زعما نغلقوه بسكوتش صحيح. علاش غلقناه؟ درنا له حاجه سميناها لا ديكاباسيتاسيون، سي لينيبيسيون تاع لي زونزيم تاعو، ما نخلوش لي زونزيم تاعو يخرجوا. وقلت لكم سبحان الله زعما هاد السكوتش ما يروحش حتى وين تتلاقى بالبويضه ويتحط قدام البويضه. هادوك الطبقات تاع البويضه تفرز واحد الماده تعاون هذاك السكوتش باش يذوب، وهي المرحله المعاكسه. ما نقول لكمش اسمها دوكا باش ما تلف لكمش حتى وين نلحقوها. وبالتالي هنا هادوك لي زونزيم يخرجوا، باسكو هنا اللي يجي الدور تاعهم. سبحان الله، الى عجبتكم المعلومه قولوا سبحان الله في لي كومونتير خاوتي، هكايا نعاونوا بعضنا باش نديروا حسنات وباش نديروا الذكر. الو، واش نزيد نقولكم؟ ليبيديديم دونك تصرا فيه لا ديكاباسيتاسيون، وتصرا فيه حاجه واحده اخرى خاوتي، تصرا فيه لاكيزاسيون، ماهيش مكتوبه كيف كيف هنايا. لاكيزاسيون يعني يتحصلوا لي سبيرماتوزويد على لا موبيليتي، لاكيزاسيون دو لا موبيليتي يعني يولو موبيل. سيري غامي راه كيفاش تما هنايا ما راهمش يقدروا يتحركوا، هنا راهم يقدروا يمشوا بصح غير شويه. كي يروحوا لليبيديديم غاس اوليكيد هذاك سيمينال تاعو يعطي لهم طاقه كبيره يولو موبيل ويقدروا يجروا يتحركوا يلحقوا حتى للبويضه. دونك في ليبيديديم عندنا لاكيزاسيون دو لا موبيليتي، كتبوهم كيما راني نشرحهم نورمال، وعندنا لو فينومين دو ديكاباسيتاسيون، ولازم تحفظوا الشرح تاعو شنو هو لا ديكاباسيتاسيون، سي لينيبيسيون دي زونزيم دو لاكرون. لي سبيرماتوزويد بوف اتر ستوكي دون ليبيديدي اي سورفيفر جوسكا 3 سيمين انفيرون. ولي سبيرماتوزويد قبل ما يخرجوا، باسكو ماشي غير يتشكلوا يخرجوا، لا لا، يكونوا مستوكين، يكونوا مخبيين. وين يكونوا مستوكين؟ يكونوا مستوكين في ليبيديديم، يعني يستناو في الوقت تاع الخروج تاعهم، يعني وين يزيدوا يتخباو؟ يتخباو في ليبيديديم حتى وين يصرى الجماع ولا لو رابور سيكسويل باش يخرجوا من هذاك ليبيديديم ويروحوا للبويضه. دونك ليبيديديم يمد لهم لا موبيليتي، يدير لهم لا ديكاباسيتاسيون، وتانيت واش يمد لهم؟ يدير لهم يعاونهم في لو ستوكاج، يتخباو داخل. Je vais arrêter la vidéo là parce que هكايا الحمد لله نكونو كملنا لو غاميت مال، وفي لا فيديو بروشين راح نديرو لو غاميت في مال. ماكس دو بارطاج خاوتي، ما تنساونيش من صالح الدعاء تاعكم، والسلام عليكم.